أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الإعدادي، هنتكلم عن الوحدة الثانية وهي الأخطار الطبيعية والبيئية. هو أول درس في الوحدة الثانية وهو أخطار من باطن الأرض، الزلازل والبراكين. تعالوا نفرق ما بين الأخطار الطبيعية والأخطار البيئية. إيه الفرق ما بينهم؟ الأخطار الطبيعية هي دمار كبير يحدث بسبب طبيعي لا داخل الإنسان فيه، الإنسان ما بتتدخلش فيه، لها جوانب ضارة سلبية وتسبب خسائر كبيرة في الممتلكات والبشر، وجوانب إيجابية تحدث إلى توازن الأرض والتوازن البيئي. أما الأخطار البيئية تحدث نتيجة عوامل طبيعية وتدخل الإنسان معها، ولها أضرار وسلبيات فقط وليس لها جوانب إيجابية، وتجلب الأخطار البيئية كوارث على الطبيعة والإنسان معا في الحاضر والمستقبل. أول حاجة هنتكلم عليها هي المقصود بالزلازل. الزلازل هي هزات أرضية سريعة ومتلاحقة تصيب القشرة الأرضية وفي فترات متقطعة، وهي إحدى الظواهر الكونية الطبيعية التي لم يستطيع الإنسان التنبؤ بحدوثها أو منعها، ولكن يمكن تخفيف من مخاطرها وأضرارها. وكل زلزال ليه مركز تبدأ منه الهزات وتنتشر إلى جميع الاتجاهات أفقيا. طيب إيه أسباب حدوث الزلازل؟ بتحدث الزلازل نتيجة وجود ضغوط كبير على القشرة الأرضية وتؤدي إلى تشققها وتصدعها. تاني حاجة من أسباب حدوث الزلازل انزلاق صخور القشرة الأرضية فوق بعضها مسببة احتكاك على طول خط الصدع. إيه المقصود بخط الصدع؟ الصدع هو منطقة انكسار وضعف في القشرة الأرضية. ومن أسباب حدوث الزلازل أيضا تحرك المواد المنصهرة من باطن الأرض. والزلازل ليها أنواع ودرج حسب قوتها. العلماء بيقيسوا قوة الزلازل بمقياس ومقاييس متعددة، وأشهرها مقياس ريختر. إيه أنواع الزلازل؟ في زلازل ضعيفة الإنسان ما بيشعرش بيها وهي أقل من 4 درجات، وزلزال قوي من 4 لـ5 درجات، وزلزال مدمر من 5 لـ6 درجات، وزلزال شديد التدمير يؤدي إلى دمار كبير من 6.5 لـ9 درجات. إيه مناطق حدوث الزلازل وانتشار حدوث الزلازل؟ زي ما موضح أمامك في الخريطة، تنتشر حدوث الزلازل في منطقة التي تحيط بسواحل المحيط الهادي غرب الأمريكتين وشرق أسيا، وفي منطقة كمان وهي المنطقة الممتدة على طول السلاسل الجبلية الالتوائية في أسيا وأوروبا، ومناطق ممتدة مع الأخاديد مثل الأخدود الإفريقي. إيه المقصود بالأخدود؟ الأخدود هو هبوط الأرض بين انكسارين متوازيين وارتفاع جوانبها. وفي مناطق أخرى في المحيطين الهندي والأطلنطي. في آثار الناتجة عن حدوث الزلازل المدمرة. أول حاجة انكسار وتشقق في سطح القشرة الأرضية. تاني حاجة تدمير المدن والطرق الكبرى. تالت حاجة تعطل حركة المرور والسكك الحديدية. 4 حدوث موجات بحرية زلزالية يعرف باسم تسونامي.
ويقصد بها هي موجات تصل ارتفاعها إلى 30 متر فوق سطح البحر، وينتج عن شدتها تجريف رمال الشواطئ واقتلاع الأشجار وتدمير المدن الساحلية بأكملها. إيه السلوكيات التي تقلل من أخطار حدوث الزلازل ويجب اتباعها؟ أول حاجة الابتعاد عن النوافذ والشرفات، 2 إطفاء المصابيح، 3 عدم استخدام المصاعد، 4 عدم التزاحم في الخروج من المباني، 5 الجلوس أسفل المنضدة داخل المسكن. تاني حاجة هنتكلم عليها البراكين. المقصود بالبراكين هو اندفاع الصخور المنصهرة والغازات من باطن الأرض إلى سطحها، حيث تبرد وتتجمد مكونة مخروطا على شكل جبل مرتفع حول فوهة البركان. أسباب حدوث البراكين: 1 وجود مناطق ضعف في القشرة الأرضية، 2 تجمع الغازات المنطلقة من المواد المنصهرة وانفجارها ونفاذها عند نقطة ضعيفة من في القشرة الأرضية. ما مناطق حدوث البراكين وأهم مناطق حدوث البراكين؟ 1 حافات أحواض البحار والمحيطات العميقة أو بالقرب منها، مثل النطاق الذي يحيط بسواحل المحيط الهادي ويعرف بحلقة النار. ليه سمي بحلقة النار؟ حيث تتركز به أكثر من 75% من براكين العالم النشطة. 2 النطاق الذي يوجد في المحيط الهادي نفسه ومنه جزر هاواي. 3 النطاق الذي يمتد في جنوب قارة أوروبا على البحر المتوسط والجزر المجاورة له. هذه المناطق موجودة عند حافات أحواض البحار والمحيطات العميقة أو بالقرب منها. في مناطق ضعف في القشرة الأرضية، مثل النطاق الشرقي من قارة أفريقيا حيث الأخدود الأفريقي العظيم. نلاحظ أن البراكين توجد على حافات أحواض البحار والمحيطات العميقة أو بالقرب منها أو في مناطق الضعف في القشرة الأرضية، وأن البراكين توجد على هذه الحافات الأحواض البحار والمحيطات. 2 هناك ارتباط بين مناطق توزيع الزلازل والبراكين، حيث لا يوجد بركان دون أن يصاحبه زلزال، ولكن قد يحدث زلازل دون أن يحدث ثوران بركاني. الأضرار الناتجة عن حدوث البراكين: في آثار سلبية وآثار إيجابية. من الآثار السلبية لحدوث البراكين: 1 تدمير الغطاء النباتي بما فيه المحاصيل الزراعية، 2 تلوث مصادر المياه السطحية، 3 تدمير المباني والمنشآت، 4 الإضرار بصحة الإنسان والحيوان. من الآثار الإيجابية لحدوث البراكين: 1 تكوين العديد من الجزر البركانية والهضاب البركانية، 2 زيادة خصوبة تربة الأراضي القريبة من البراكين.